خلينا نروح لمبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، واللي كانت محور حديث الرئيس السيسي خلال افتتاحه عدد من المشروعات أول أمس. دلوقتي ناس كتير بتسأل عن المبادرة وإيه هي السيارات اللي هيتم تحويلها وشروط التحويل كمان إيه. علشان نوضح ده أكتر إحنا معانا على التليفون المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك وهي إحدى شركات وزارة البترول. مساء الخير وأهلا بك يا باشمهندس. مساء النور استاذ، اهلا بيك. قول لي يعني الاول في البدايه ايه هي شروط تحويل السيارات والمركبات للعمل بالغاز الطبيعي؟ هو يعني هو شروط بسيطه، هو السياره لازم تكون كفاءتها 70%، كفاءه المحرك 70%، وبيتوجه العميل لفحص السياره محرك وبيجيب معاه ايصال غاز او كهرباء او ميه وصوره البطاقه وصوره الرخصه، وبيتم التعاقد في مركز التحويل او في المحطه اللي هو بيتوجه اليها، وبيتم عمليه التحويل في خلال من ساعتين لاربع ساعات. بيتم انتهاء الموضوع حاجه بسيطه جدا، وطبعا بيتم فيه تركيب مكونات طاقم التحويل بالشروط اللازمه والحفاظ على معدلات امان عاليه في الصيانه والتشغيل فيما بعد يعني. ممتاز. طب السيارات يعني اللي يمكن تحويلها ايه هي؟ هل في موديلات مثلا لسيارات بعينها ما ينفعش ان هي تتحول للعمل بالغاز؟ جميع السيارات بيتم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، من اول العربيات اللي هي القديمه المتقدمه زي ما تفضل السيد الرئيس وقال سيارات متقدمه، معظمها عربيات كربيراتير اللي هي اكثر من 25 سنه، وبعد كده فيما بعد السيارات اللي بتعمل بنظام الحقل الالكتروني اللي هو اللي بنقول عليها السيارات الانجكشن الحديثه، لغايه موديلات اخر سنه يعني بيتم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي. والسياره ما بتعملش بالغاز الطبيعي فقط، عشان برضو الناس تبقى عارفه، هي بتعمل بالوقودين، بيبقى في مفتاح تحويل بيحول من البنزين للغاز، ولو عايز يرجع للبنزين تاني بيرجع للبنزين من خلال مفتاح تحويل موجود في تابلو السياره. ممتاز. هل تحويل السيارات للغاز هيكون بالنسبه للملاكي ولا بالنسبه لسيارات الاجره والنقل الجماعي فقط؟ لا، هو المبادره لسه يعني هو التفاصيل الخطه المبادره يتم حاليا وضعها بالتنسيق بين وزاره الصناعه ووزاره البترول. يعني لكن التفاصيل انه سيارات ملاكي او اجره ونقل عام او لا لسه ده لسه مش هو التوجه ده للعام، توجه وسائل العام ده امر طبيعي، لكن تمام. التفاصيل الاجره والملاكي هيتم بحثها يعني. طب فسر لنا اكتر كمان اذا كان يعني السيارات المتهالكه اللي مر عليها اكتر من 20 سنه يا باشمهندس ينفع برضو ان هي تتحول للغاز، خصوصا يعني لو كانت ملاكي ولا هتتحول لخرده؟ لا، هي تصلح للعمل بالغاز الطبيعي لو المحرك كفاءته اعلى من 70%. يعني طبعا لو محركات اقل من 70% مش هينفع تتحول للغاز الطبيعي، وقد دي قرار هيبقى غالبا يعني ما اعرفش قرار هيبقى التفاصيل هيتحول لخرده او السياره المحرك يتغير، يعني التفاصيل لسه مش واضحه، لكن هو السياره المحرك لازم يبقى كفاءته 70%. ممتاز. هل في احصاء كمان بعدد السيارات اللي بتعمل بالغاز الطبيعي في مصر؟ طبعا تم تحويل، يعني على فكره مصر في المجال ده شغاله من سنه 96. من 96 تم انشاء شركتين تابعتين للوزاره لانشاء محطات تمويل السيارات وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. ووزاره البترول بتقوم بجهد يعني جهود كبيره لدعم هذا المشروع علشان يؤدي هذه الخدمه للجمهور. وسيد المهندس وزير البترول المهندس طارق الملا بيدعم الشركات في من خلال ان احنا بنقدر نعمل محطات جديده او ننشئ مراكز تحويل جديده. طب احنا حاليا مصر فيها 320,000 سياره تم تحويلهم، ليها في 200 محطه تمويل سيارات بالغاز الطبيعي. خطتنا السنه اللي فاتت عملنا حوالي من 50 ل 60 محطه، تم بس في النص الاولاني انتهاء من 19 محطه غاز، وهنقدر السنه الجايه ان شاء الله نعمل يعني حوالي برضه من 50 ل 60 محطه ان شاء الله. هايل. هو كمان لو ممكن تكلمنا باشمهندس عبد الفتاح عن عدد محطات الغاز الموجوده في مصر والخطط المستقبليه لزيادتها كمان، لزياده عدد المحطات. احنا حاليا في موجود 200 محطه تمويل سيارات بالغاز الطبيعي، وعندنا خطه ان نوصل برقم 366 محطه. طب اتفضل. 366 محطه دول هيخدموا كل انحاء الجمهوريه،
علشان نقدر يعني يتواجبوا مع عمليات التحويل وتغيير السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في الفتره القادمه ان شاء الله. ممتاز، ايه المميزات اللي هتعود على المواطنين من تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي؟ اهم حاجه الوفر. الوفر الناتج من تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، يعني كان حد حضرتك مثال ان اللي بيستهلك 5 لتر بنزين في الشهر في اليوم بيقدر لو هو بيستهلك بنزين 80 بيوفر 413 جنيه، ولو بيستهلك بنزين 92 بيوفر 600 جنيه، ولو بيستهلك بنزين 95 بيوفر 750 جنيه. الطبيعي اللي بيستهلك من 15 ل 20 لتر في اليوم ده بيوفر 1650 جنيه مع بنزين 80، 2400 مع بنزين 92، و 3000 جنيه لو هو بيستخدم بنزين 95. طب توفير يعني يستحق المواطن يتوجه انه يحول عربيته للعمل طبعا. طب شايف ازاي، وده اخيرا، توجه الدوله لتحويل السيارات للغاز الطبيعي، وايه الدول اللي بتستخدم الغاز الطبيعي بديلا للوقود، يعني للبنزين وللسولار، اكتر الدول استخداما ليه؟ العالم كله فيه 28.5 مليون سياره واكثر من 33,000 محطه تموين، موضوع منتشر جدا. دول يعني مصر ترتيبها على العالم ال 14 في تحويل السيارات وانشاء محطات التموين. لو ان شاء الله قدرنا نعمل المليون عربيه في فتره قريبه هنقفز، هنبقى من 10 الكبار في العالم. الصين طبعا نمره واحد في العالم محوله 33 مليون سياره، يليها البرازيل والارجنتين وباكستان. دي دول يعني تماثل الموال الاقتصادي وحل الاقتصاديه للمواطنين، عندهم ملايين السيارات بتعمل بالغاز الطبيعي. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركه غازتك احدى شركات وزاره البترول، شكرا لحضرتك.